قطعه منه خطيره جدا، ياخدها بركات، بطن رجله حلوه في الشمال، استلام من نجمه ابو تريكه، عرضيه حلوه جدا متعب، عايز يسندها سند كاتزجارد، توصل مره ثانيه لحسن مصطفى، حسن على شماله مقطوعه منه على طول، ياخدها النجم الساطع او الناشئ الساطع احمد غانم، يحطها لصالح سيديه، سيديه في اتجاه عبد الحليم علي لكن مقطوعه على طول على وسط الملعب، حلو جدا في عمق جميل جدا في كلا الدفاعين الاهلاوي والزملكاوي. وادي ابراهيم سعيد كده دفعه في الظهر تبقى ضربه حره مباشره لصالح محمد شعبي. يبدو ان احنا نشوف مباراه جميله، البدايه بدايه طيبه من كلا الفريقين، تمريره كانت حلوه في البدايه عبد الحليم علي، يقابلها تسديده جميله لمحمد بركه. عماد النحاس طويله في اليمين في اتجاه اسلام الشاطر لكن مقطوعه مره ثانيه طارق سيد يا ولد العين، حط رجله حلوه قوي طارق. عبد الحليم علي على وسط الملعب تامر عبد الحميد، جميله وانطلاقه مدحت عبد الهادي اللي بيلعب قلبا للدفاع، ماشي منه ماشي منه ماشي ماشي، ارضيه جميله جدا في اليمين لكن يا سلام عليك يا لعيب، حلو قوي قوي قوي، تتقطع مره ثانيه في اليمين ابو العلا، يرجع لورا ابو العلا، سنده من عبد الهادي تطول منه بتسديده كده سهله في يد عصام الحرب. بدايه طيبه لكلا الفريقين، نتمنى ان تدوم هذه البدايه، وانذار انذار لمين بقى؟ لعبد الحليم علي. ليه؟ لانه شاركه داخل منطقه الجزاء، ادي عبد الواحد الناحيه الثانيه لكن ادها على طول ضربه حره مباشره لصالح النادي طويله واحد على صدره عبد الحليم، معاه وائل الاباني رقيبه النهارده، ياخدها اسلام الشاطر بدفعه كده، يبقى واثق ان بيير كيران النهارده الحكم الفرنسي مش هيفوت، واضح كده من حولها انه بيثبت اي لمسه او اي همسه، فاعتقد اللاعبين مع الوقت هيفوتوا مكاني كويس جدا ويبتدوا يلعبوا الكوره فقط بدافع. ابراهيم صح ورا الاباني، ارضيه لابراهيم مره ثانيه، بيلعب لاعب ارتكاز جنب تامر عبد الحميد في وسط الملعب، يعني اثنين بيلعبوا ارتكاز في وسط الملعب. حسن مصطفى ارضيه لبركات اللي بيلعب حر النهارده، انطلاقات بركات، ماشي بركات ماشي بركات، حلوه جدا في الشمال، عايز ابو تريكه قاعد، عايز ابو تريكه قاعد مع مدحت عبد الهادي يا ولد العين، مدحت تحط رجله لكن تضرب وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي، اول ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ضربه ركنيه والرقابه تتلعب خطيره جدا، رايح يشوط هوبا فرغتي يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه 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 من بركات من زاويه صعبه جدا جدا، لكن عبد الواحد يا سلام، عبد الواحد من الحراس المتالقين الحقيقه النهارده، مش بس في نادي الزمالك لا في مصر كلها، شفنا اداء الرشيق العظيم في مباراه منتخب مصر مع بلجيكا. هجمه من ناحيه شمال ماشي عبد الحليم علي، دخله لجوه صالح سيدير، عبد الحليم بيلم بيلم مره ثانيه مضغوط عليه، عدى بشنكله، مش هيفوت كيران مش هيفوت، تبقى ضربه حره مباشره على اسلام الشاطر من احدى البقاع السحريه في الملعب من ناحيه الشمال، ضربه حره مباشره. هذه الثلاث زوايا الجميله جابها لنا الزميل المخرج محمد نصر الدين، وتبقى ضربه حره مباشره خطيره جدا جدا جدا، لفه عرضيه خطيره هوبا من القلب ولسه، يا نهار ابيض يا في رايه وصفاره، في تسلل في تسلل، ادي ضربه الراس اهي مدام رفع ايده الشمال، يبقى في تسلل، ضربه حره على صالح سيدي. الحضري طويله وعاليه معديه وسط الملعب، مقطوعه من احمد غانم سلطان في اتجاه صالح سدير، على طول مش هيفوت، بقول لحضراتكم النهارده مش هيفوت. كان كلام كتير حوالين استخدام حكم اجنبي، يقول لك تتكلف اكتر من 20,000 دولار، ليه اكتر؟ بيني وبين حضراتكم اكتر من كده، وميزانيه الدوله والدولارات برغم انخفاض سعر الدولار النهارده، لكن ما الحكام المصريين موجودين. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، هناك قرار جاري بان مباريات القمه يستخدم فيها حكام اجانب، هذا القرار لذلك صدر عقب احد مباريات القمه اللي حصل فيها مشكله كبيره، ونحن نعلم ان هذه المباريات مباريات القمه بتاثر تاثير رهيب على الجماهير، علشان كده وللامن العام ولمصلحه الجميع نتقبل اخطاء الاجانب ولا نتقبل اخطاء الوطنيين، يبقى ندفع حساب. ضربه حره مباشره هيلعبها عماد النحاس، ارضيه على شماله حسن مصطفى، لمه جميله من حسن، ارضيه مره ثانيه في اتجاه ابو تريكه، مقطوعه على وسط الملعب لنادي الزمالك، اللعب لغايه دلوقتي سجاله
طلع مدحت على نادي طويل عبد الحليم علي، بدا يميل صالح سدير والخطيره خطيره ورايحه ورايحه وائل جمعه. يا نهار ابيض يا الولسه، يا نهار ابيض، حلوه حلوه حلوه. اتاخر جدا وائل جمعه، الحضري طلع في توقيت غير مناسب بالمره، حطها بخبرته الدوليه والمحليه. عبد الحليم علي، بص عبد الحليم، بص 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 عبد الحليم، بص الحضري بتوعه، يا نهار ابيض، حطها بوش رجل خارجي جميله جدا. وائل جمعه فوت الاولانيه وسند الثانيه، اتاخر فيها، اتقضى عليه عبد الحليم، شاطها منتهى الخطوره دي يا وائل. كان لازم بدري عن كده، بدري بدري بدري. تطلع بره، وادي الاعاده مره ثالثه من الزاويه العكسيه، وش رجل خارجي الحضري طالع غلط جدا. طالع فين يا حضري؟ طالع فين يا راجل؟ اسلام وائل جمعه موجودين، يلم على ركبته، لكن اتاخر. يا سلام عليك يا عبد الحليم، ولد مكافح مكافح مكافح، دخل لكن تقطع الكره بره وتبقى رمي التماس لصالح الزمالك من ناحيه اليمين، غلطه كبيره جدا جدا. كان في لاعب وقع اثناء الاعاده قدام عبد الحليم علي، وقع لكن قام الحمد لله سليم، مفيش حاجه، وقع اي حراس اهو، واثناء الاعاده كان بيتعالج، وهتبقى ضربه طويله وعاليه. الحضري، مدحت عبد الهادي، مقطوعه شادي محمد، ترجع مرة ثانية طويلة نحو الثانية خالص، تبقى رمية تماس لصالح النادي الأهلي من ناحية الهدف. المباراة لم ترتقي إلى المستوى الأول المطلوب بين الطرفين الكبار الأهلي والزمالك. زي ما قلت لحضراتكم، كل فريق عامل حساب الثاني زيادة عن طبعا، لما تعمل حساب الفريق الآخر ده مطلوب، لكن لما تزيد بتتجمد المباراة نسبيا. ده اللي انا شايفه، في كره جيده في وسط الملعب، لكن لسه الهجمات المؤثره الحقيقيه باستثناء هجمه واحده للاهلي وهجمتين للزمالك، اللعب تقريبا مكمل وسط امن. تامر عبد الحليم ارضيه، لما من عبد الحليم علي ومراقيب وائل جمعه، ماشي مع عبد الحليم، يا سلام عليك يا وائل، بدافع لكن عبد الحليم ضربه حره مباشره لنادي الزمالك بدوار دائرة أمنية. عجيب جدا الحكم الفرنسي، نقاط جميلة، الزمالك في كل مكان في الملعب، ما بيفوتش الآن وهو بيسأل بعض زملائه الحكام الفرنسيين. شوف دي الأول، عرضية مشكلة سعيد، وهوبا تسلل، تسلل لكريم سعيد طبعا، واحد تسلل بأكثر من 12 يارد. يعني ما تبقاش بس في فين في فين على الملعب، فتح قلبه زي ما قلت لك قلب رهيب، ومع هذا شارك فيها وعارف طبعا المتسلل. بقول لحضراتكم الحكم الفرنسي اللي سمعناه قال سألنا وعرفنا حساسية هذه المباراة والشعبية الكبيرة جدا بتاع كل فريق، علشان كده يعني يبدو ان هو من خلال هذه المعرفة قبل المباراة قرر ان هو ما يفوتش الهوى كنوع من انواع السيطرة الكاملة من البداية على الأمر. طويلة وعالية، مقطوعة مدحت عبد الهادي، داخل بركات، بركات ماشي ماشي، بركات على يمينه وترقيصه في اليمين، وهيرفع هيرفع، بيلم مره ثانيه، بيحل عليه من بعيد، ولسه 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 ولسه، والعرضيه وهي يا نهار ابيض، حلوه حلوه، بركات زئ بكر زئ بكر، معدي طارق سيد ناحيه الشمال يا ولد العين، وانتو جميله مع عبد الحليم علي ومحمد ابو العين. عبد الحليم يشارك لكن على طول النادي الاهلي مسيطر على منطقه الدفاع تماما. عماد النحاس وسط الملعب، محمد شوقي وحسن مصطفى على يمينه، اسلام الشهر، اسلام ارضيه حلوه ولمسه في الشمال، تعدي لمحمد بركات لكن رايه، نزل الرايه خلاص، حكم قال له نزلها، كان بيرفع الرايه على اساس ان الكوره كانت فاول للاهلي، مش خطيره من قلب مدار خطوره مره ثانيه ابو مسلم، ومعاه غانم سلطان، وتعدي وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، احمد ابو مسلم. محمد شوقي عرضيه خطيره، معديه معديه معديه، تبقى على طول ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. 12 دقيقه تقريبا على زمن اللقاء، التعادل بدون اهداف بين القطبين الكبار الاهلي والزمالك. اقدر اقول ال 12 دقيقه اللي فاتت دي المباراه محجمه تماما وسط الملعب، كل فريق واخد باله قوي قوي من المواقف الدفاعيه اكثر من الهجوميه، وان كان النادي الاهلي فاتح اكثر الفريق. صالح سدير ماشي طويله جميله، وهوبو يا نهار ابيض، حلوه 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 حلوه، يا سلام يا ابو العيله، لو حط رجله ابو العيله في الكره اللي فاتت دي كان بقى فيها كلام تاني خالص.
لكن تلهج مع طول بركات. ماشي بركات نص ملعب، ماشي بركات معدي، ماشي 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 فتح له مسلم عايز يعدي. يا سلام يا عبد الهادي. مدحت عبد الهادي لا شك عودته في قلب دفاع نادي الزمالك فات كتير جدا جدا نادي الزمالك في هذه المنطقه الحساسه جدا. طارق السيد عايز يعدي بترقيصه والثانيه لمه وحلوه جدا. يا سلام عليك يا لعيب في الشمال، لكن على طول ياخدها اسلام الشاطر يضربها وتبقى رميه تماس. هل عبد الكريم بيعترض؟ عبد الكريم بيعترض على مين بقى؟ على زميل بيكلم زميله على فكره، ما بيكلمش الحكم، الحكم بعيد خالص الناحيه الثانيه، لكن الكاميرا كانت قافله شويه، لكن بيعترض على زميله. علي معالي الحقيقه تعلم الدرس تماما واصبح لا يعترض بالمره بعد واقعه اطلاق الثلاث مباريات الشهيره، وكانت ايضا في المباريات القمه. رامي التماس من ناحيه اليمين ضربه حره متعسف اسلام الشاطر، ارضيه تاخدها بركات، دويت متفاهم جدا من وقت ما كانوا بيلعبوا مع بعض في النادي الاسماعيلي، وشريك حلو شوقي لاحمد ابو مسلم. ماشي وعدى مسلم، ماشي ومسلم، ماشي على شماله، على شماله عرضيه وبركات. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، معقوله دي يا بركات؟ معقوله دي يا بركات؟ مش ممكن، مش معقول، مش معقول، يا 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 مش ممكن. ابو مسلم روعه 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 روعه. بص بركات، يا نهار ابيض يا بركات، عايز يحطها ويضمنها في الضيقه، لكن تعدي بغرابه شديده جدا جنب القائم الايسر. اول فرصه حقيقيه في الدقيقه 17 للنادي الاهلي، تمريره روعه روعه روعه. ادم مسلم اهو من ناحيه شمال عرضيه جميله. بص بركات فين؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. حلوه 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 يا ابو مسلم، لكن بركات الحقيقه كان مكانها الشبكه. يا بركات بيعيدها لنا مره ثانيه الزميل محمد نصر الدين. ادي العرضيه اهي، البند اهو اتصلحت له ايه؟ على طبق من فضه، لكن غريبه جدا اطاح بيها بركات بشكل غير عادي. هي يعني بركات مميز جدا في الحاجات دي. بركات هنا، ادي مدحت عبد الهادي بيزعل مين بقى؟ بيزعل محمد ابو العلا، لان محمد ابو العلا هو المفروض مراقبه في هذه اللحظه. تامر عبد الحميد طويل اطول من اللازم، تبقى رامي التماس من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، لكن اخطر فرصه في المباراه حتى الان هي كرة محمد بركات. عملت كل قوي 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 لما اسلام الشاطر اتجاه عماد متعب، لسه ما ظهرش في الكادر قوي عماد. خدها محمد صديق، تامر عبد الحليم، ابو العيلة ما ياخدهاش، تطول عماد النحاس بيسلم. ميزة عماد النحاس زي وائل الاباني قلت لحضراتكم فيه كده تشابه في اداء بعض اللاعبين من كلا الفريقين في الملعب. الاباني اداؤه قريب قوي قوي من النحاس جدا جدا. ادي النحاس ما بيشتتش ابدا، كمان وائل ما بيشتتش. ارضيه حضري طويله وعاليه على وسط الملعب، لمسه على طول في اتجاه تامر عبد الحميد للاباني. لسه بنتكلم عنه، الاباني مش عايز يشتت فعلا، ما بيشتتش، بيسلم. طارق السيد في ظهره اسلام، طارق واسلام، دفعه من اسلام، ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. وائل اباني يلعبها بسرعه في الشمال، حلو، هيلب هيلب ويلعبها ابو العيله، جميله. يا سلام يا حضري، حلوه قوي قوي من ابو العيله من ناحيه الشمال، لكن الحضري ينقل الهجمه بسرعه جدا. الحضري طويله وعاليه لكن مقطوعه من محمد صديق، يسددها تامر عبد الحميد، تطول مقطوعه خطيره جدا. النادي الاهلي ماشي ابو تريكه، ابو تريكه، ابو تريكه ماشي على شماله، على شماله، هوبا في مدحت عبد الهادي، ياخدها ابراهيم سعيد. ماشي ابراهيم، ماشي ابراهيم، عدى حلو قوي، ماشي ماشي ولسه، لكن اتاخر شويه ابراهيم سعيد، ما بيستنوش يعني، في انقضاض على طول لكلا الفريقين. محمد شرف واحده من عبرات القرارات، ما فيش رايه ولا صفاره، داخل بركات الخطير، الخطير الخطير، يا سلام عليك يا لعيب، حلوه 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 يا اباني، يا منتهى الخطوره، دخل حلو قوي 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 بركات، لكن المتالق وائل الاباني الحقيقه حط راسه في توقيت روعه روعه، لو عدت كان بقى فيها كلام تاني. بدا الاهلي الحقيقه يضغط، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، وادي العرضيه العاليه خطيره من قلب تطلع مره ثانيه، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، الجماهير في حاله ترقب، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، هيلعب
الكعبي. اسلام اعتقد هو بركات، بركات هيلعب تثبيته في اربعه احمر داخل المنطقه يقابلهم خمسه ابيض، لكن كرة تعب مش مضبوطه المره دي، تتقطع في الشمال تامر عبد الحميد جزاء منه بركات يا ولد العين، عرضيه من محمد شوقي في اتجاه عماد متعب، لكن طارق سيد داخل لجوه، ربيع طارق ماشي، طارق داخل جامد معاه عماد النحاس، تبقى ضربة حرة مباشرة، هدي انذار وليع نشوف، محمد صديق بيكلم بينادي على تامر، انذار فعلا فعلا انذار مستحق، هي يعني انذار مستحق، داخل جامد جدا مع طارق سيد، يبقى أول انذار في المباراة من نصيب عماد النحاس داخل بقوة مع العصفور الصغير المدرب طارق سيد. مدحت عبد الله وائل الأمبابي، تامر عبد الحميد يفتح هناك في الشمال اطول من لازم ما يلحقهاش طارق سيد، ده برامي التماس لاسلام الشاطر من ناحيه اليمين، لسه المباراه لكن الاهلي بدا يسيطر نسبيا على وسط الملعب، زي ما حضراتكم عارفين اللي يسيطر على وسط الملعب بيسيطر على كل حاجه. بالعرض حسن مصطفى لما تطول ياخدها مره ثانيه، محمد شاوي خطيره جدا في اليمين وعرضيه مره ثانيه وعماد، وعماد وهيلف اوبا يا ابو تريكه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حلوه 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 حلوه، ياه يا نهار ابيض، وثلاثه دخلوا صديق وعبد الهادي وعبد الواحد مع ابو تريكه، عملها اسلام روعه روعه، عماد بيلم ابو تريكه دخل، الثلاثه انقضوا عليها بجديه وروح عاليه جدا جدا جدا، ياه ادي كفران واحمد رمزي بيدوروا فين الخلل فين الخلل، لكن الهجمات خطيره جدا جدا من ناحيه اليمين الحقيقه مش ممكن مش ممكن، طويل حسن مصطفى، بركه شوقي، بركه بركه يلم زئبقي، بركه تسقيطه طويله في الشمال في اتجاه ابو مسلم ومعاه احمد غانم سلطان، الاثنين شباب صغير، الاثنين يعني 20 و 19 سنه، داخل جامد جدا احمد غانم سلطان اللي عنده 19 سنه، فابو مسلم يعني 21 وشويه، تبقى ضربه حره مباشره للنادي الاهلي من احدى البقاع السحريه في الملعب من ناحيه الشمال، هيلعبها محمد بركات بيمينه عشان تلف في داخل منطقه الست يارد، بركه بركه عرضيه خطيره جدا من القلب يا ولد يا لعيب، يطلع على طول تامر عبد الحميد الجندي المعلوم في نادي الزمالك، بركات مره ثانيه عاليه، مدحت عبد الهادي مقطوعه لعماد النحاس، طويله في اليمين عند مين؟ ابو مسلم، لا 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 اسلام، اوبا يا ولد عدى حلو قوي اسلام الشاطر من ناحيه اليمين وعامل جبهه رائعه مع بركات، ياخدها محمد ابو العين، ماشي يا ابو العين، ارضيه تامر عبد الحميد اختفي شويه من هنا، طارق سعيد، طارق خلي بالك ابراهيم سعيد قعد اكتر من سنه ونص بدون كاركتر، العمليه مش سهله قبل الانتباه ابدا، لكن هو لعيب كبير مفيش كلام، المساله هتاخد وقتها الى ان يعود الى مستواه بشرط ان يتحلى بالخلق القويم الكريم، وعبد الحليم وعبد الحليم جول 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 جول، يا نهار ابيض ولسه هوبا، يا نهار ابيض مش معقول يا جماعه، لا 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 لا، ادي ابراهيم سعيد عمل تمريره روعه 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 في الشمال، عبد الحليم وائل والنحاس الكل عزم، دخل المقتحم عبد الحليم ولمسه بديعه بشماله، ويا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، ويكمل مره ثانيه لكن تطلع الكوره بره وهدف مؤكد ضائع لعبد الحليم علي، ياه وقع طبعا الحضري بيتعالج اثناء الاعاده، وادي الطويله عبد الحليم ينقض الحضري يقع ويسلم ويسلم وعبد الحليم خشي ما تخشش ما تخشش، ادي يا جماعه التوفيق وعدم التوفيق، ويخش مره ثانيه صالح سدير لكن ينقض عليه برجوله شديده جدا النحاس، وهدف مؤكد 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 ضائع هي لنادي الزمالك، عملت بديعه من ابراهيم سعيد في الشمال، الكل عزم على الكل، اقتحم عبد الحليم من الكل، ما
واخدها ولمسه بشماله بديعه جدا جدا جدا. ما عندكش حظ يا ابني، ما عندكش حظ يا ابني. وسيدير يكمل، لكن المتالق المخلص فرصه العمر، فرصه العمر لنادي الزمالك مش ممكن. حاجات ما بتتكررش كتير. اهدي عبد الواحد طبعا الناحيه الثانيه من الكاميرا اللي خلف الشبكه هيتجنن طبعا. ليه هدف زي ده في توقيت لسه بيقول يا هادي بعد نص ساعه تقريبا او زياده شويه، لكن هي فرصه كبيره كبيره. في لاعب يسخن امير عبد الحميد حضري، لكن قامت الحمد لله حضري بشكل طويله في الشمال مره ثانيه النادي الاهلي. وادي العرضيه، ضربه راس ابو تريكه بره، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الزمالك. لكن هجمه عظيمه 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 عبد الحليم علي عمل فيها شغل عالي جدا جدا جدا. لكن الحظ وعدم الحظ، التوفيق وعدم التوفيق، هي دي كرة القدم. ممكن قوي يبقى عندك حظ او ما عندكش، هي مسألة هي توفيق من عند ربنا سبحانه. لكن الأداء بدأ يرتقي نسبيا، وبقى في هجمة هنا وهجمة هنا. الأهلي نسبيا ماسك وسط الملعب، لكن الهجمات المرتدة الخطيرة للمتألق عبد الحليم علي وصالح سيدين بتشكل خطورة رهيبة جدا. وادي وقته صغيرة، ومرة ثانية طارق السيد، لكن مقطوع على وسط الملعب وفي صفارة. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك على مسافة ايه؟ على ما هنفتح نشوف لو الكاميرا بتفتح، لكن قال الحكم بيير بترو ليكتيرون، وعلى مسافة حوالي نقول ايه؟ 25 يارد تقريبا، 25 26 يارد. حضري بيظبط الحيطة، ادي منطول جميلة خالد السيد لمسة حلوة جدا. كان في وائل جمعة بقى حجز لاعب نادي الزمالك على الكورس. تبقى ضربة حرة مباشرة. شايف صالح سدير وشايف الأباني. صالح سدير والأباني وداخل أباني. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة حلوة حلوة. يا سلام عليك يا حضري، يا سلام عليك يا أباني. اتعملت جميلة جميلة جميلة، لكن التألق للحضري بتسديدة رائعة من وائل أباني بإيده الشمال. حلوة حلوة حلوة. يا سلام يا حضري. تاني كرة كده الاهلي الحقيقه محظوظ فيها، الاولانيه حظ والثانيه تالق من الحظ. تبقى ضربه ركنيه. بص الكاميرا، بص الكاميرا مع الزمالك في اللحظه الجميله دي. والعرضيه ضربه ركنيه تلعب على طول علي اتجاه حسن مصطفى وابو العيله، يتفوق فيها ويشق طريق محمد شاوي. طويله جميله جدا بشماله، مهمه قوي محمد شاوي. لابو تريك رأس غانم وداخل، رأس غانم والعرضيه، الارضيه للارضيه. اوه يا نهار ابيض يا نهار ابيض. محمد شاوي عمل الباص الطويل وكمل الهجمه في مكان في منتهى البطوله. لعيب مهم جدا جدا محمد شاوي. مدحت عبد الحليم ماشي على الهجمه، ارضيه استلام من عبد الحليم علي، مضغوط عليه، نرجع اطول من اللازم، ما يلحقش احمد غانم سلطان، لكن في صفاره من الحكم كيران. نشوف ده ايه؟ رمي تماس، رمي تماس لنادي الزمالك من ناحيه الثانيه. لا والله تهدر، هيلعبها مدحت عبد الهادي. يغير الملعب، ارضيه في الشمال هناك خالص. طارق السيد لامم طارق وماشي، تضرب وترجع له مره ثانيه، منتهى الخطوره. لو عدت دي كان ما فيها كلام ثاني، لكن حسن مصطفى هيرقص ترقيصه حلوه قوي على وسط الملعب. ماشي حسن، القض عليه تامر عبد الحميد يا ولد العيب، يزقها احلى احمد غانم سلطان. ماشي غانم، ماشي غانم، ارضيه وعدى صالح سدير وعلى مين ويلم مره ثانيه ويدور وهيروح يا ولد العيب وخطيره. اوبا يا سلام يا صالح، يا سلام يا سدير، روعه 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 يا ابن لعيب. برده الحقيقه صالح سدير ده نشوف الاول هجمه دي ونتكلم عليه. طارق السيد مقطوعه من طارق، ياخدها محمد ابو العيله، غمزه طارق السيد، لكن واقف حلو قوي قوي وائل اباني لاسلام الشاطر. تضرب ولسه في الملعب، طويله على وسط الملعب، دفعه من اسلام الشاطر لطارق السيد. اداها الحكم لصالح النادي الاهلي. عايز اقول صالح سدير يا جماعه ما خدش حظه مع نادي الزمالك، بالرغم ان هو لعيب مهم جدا وعنده امكانيات وقدرات عاليه للغايه. بنلعب اقول ايه، فاضل تقريبا ثلاث دقائق وينتهي احداث الشوط الاول، وما زال التعادل قائم بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في القمه رقم 95. وان كان الدوري العام قد حسم تماما، لكن هي مباراه زي ما قلنا في البدايه
حول العنجهية الكرة. ماشي سامر احتمين، ماشي ارفع عرضية تضرب وترجع وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحية اليمين. تتلعب على طول رمي التماس وهيرفع حسن مصطفى، ماشي حسن حطها على شماله النجم محمد بركات ابو مسلم، اخذ فرصته في غياب جلبرتو. ابو مسلم ارضية عايز يعمل 1-2، ماشي مسلم، ماشي ماشي هشوط عرضية خطيرة، هوبا يا نهار ابيض يا ابو تريكة، حلوة حلوة حلوة. ابو تريكة اخذ تمريرة روعة روعة من ابو مسلم، لكن كان بمشاركة احد مدافعي نادي الزمالك تطلع الكرة بره وتبقى ضربة ركنية. تتلعب بسرعة ضربة ركنية، هتلعب العرضية، ارضية صغيرة بركة بركة هيرفع وارضية حلوة ولمة والتانية في اليمين خطيرة بشماله العالية احمد غانم سلطان يا ولد العين، يديها لابراهيم سعيد، لم ابراهيم سعيد وماشي، لم يا ولد يا العين، لم مرة تانية، هيغير الملعب في الشمال، غير فعلا في الشمال عند طارق سعيد، استلام من عند طارق، ارضية في الشمال عبد الحليم علي ومعاه المرة دي اسلام يزقها منه، اسلام تبقى رمية التماس لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. ضروري على الشوط ده قبل ما ينتهي، شوط متوسط المستوى، كان فيه فرص هنا وهنا، لكن اخطر فرص اللقاء فرصتين، واحده لبركات براسه واحده لعبد الحليم علي، تعاطف القائم الايسر تماما. هجمه للنادي الاهلي وماشي متعب خطيره في اتجاه شوقي، لكن يا ولد يا عبد الواحد في توقيت روعه روعه، طويله على صدره ابو العلا، ماشي دقيقه متبقيه على زمن الشوط الاول، صالح سدير، سدير داخل داخل مع شادي محمد، يرقص ويعدي من الوسط، مرة ثانية في اليمين أحمد غانم سلطان، ماشي غانم، ماشي غانم، باص طويل عالية وائل جمعة يردها على طول على نص الملعب يا ولد العيب، ياخدها على طول حسن مصطفى وماشي، ماشي حسن، ماشي، بط رجله جميلة في اليمين، المتألق محمد شوقي، أرضية جميلة، متعب عايز يلم واحدة من بتوعه، لكن مدحت عبد الهادي وبيبص في ساعته خلاص الحكم أهو. طويلة وعالية لما من عبد الحليم علي، ويطلق في هذه اللحظة الحكم الدولي الفرنسي بيير بترول ليك تيران صفارة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف. أعزائي المشاهدين استراحة قصيرة ولنا عودة بإذن الله مع أحداث الشوط الثاني، شكرا ومع تحياتي. ابو العلا محمد ابو العلا
في الشمال عبد الحليم علي، داخل لجوه معاه وائل جمعه رقيبه الدائم، ياخدها عبد الحليم بكفاءه، ضاغط حسن مصطفى، يراجع طارق السيد، صغيره ابو العلا تطول من ابو العلا، مقطوعه لشادي محمد متالق يا لعيب، ماشي شادي ماشي، ارضيه خطيره جدا وكمل، لكن تعدي من تحت رجل حسن مصطفى، ياخدها ابراهيم سعيد وبط رجله حلوه في اليمين صالح سدير، سدير سدير عايز يعدي شنكله ولا ايه؟ حكم ما اداش قال ما فيهاش حاجه. تنتهي الهجمه على وسط الملعب محمد شاوي. ارضيه على يمينه بركات. عماد النحاس داخل ومقتحم بيعدي وسط الملعب كتير جدا. طويله من عبرات القناه خطيره عند عماد متعب. لما من متعب ضاغط عليه محمد صديق متعب متعب يرجع لورا ابو مسلم استلام ومعاه بركات. حطها لبركات وتامر عدى الخطير عدى الخطير عدى الخطير يا الخرابي حلوه 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 يا ولد العين ابو تريكه يا جماعه يظل مصدر خطوره دائم لكن مدحت عبد الهادي خبرته حط رجله في السكه وسط الملعب مره ثانيه وبدا النادي الاهلي يبقى له شكل هجومي افضل من الشوط الثاني ارضيه لحسن مصطفى ولا بركات بركات لحسن مصطفى متاسف ياخدها ابو تريك مره ثانيه تسقيطه حلوه وعلى صدره وعايز يعدي ايه ايه عايز يعدي لكن يقع على الارض محمد شاوي الحكم بيير تيران قال ما فيهاش حاجه تروح في اليمين على طول ابراهيم سعيد ماشي ابراهيم واقع هناك محمد شاوي قام خلاص على وسط الملعب ارضيه حلوه استلام صالح سدير الحكم صفر حكم ادي الكره اللي فاتت مره ثانيه اتعملت جميله جدا على صدره ولد لعيب شوقي رافع رجله لا 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 ما جاتش في راسك يا شوقي ما جاتش في راسك يا شوقي وادي اللعيبه بره حاطين البطاطين الجو يا جماعه هنا في القناه الحربيه عباره عن ثلاجه ثلاجه قام محمد شوقي رجله الحقيقه ما جاتش في شوقي لما شفناها مع بعض في العاده ما جاتش في شوقي لكن كان مكمل الحقيقه كويس جدا جدا بيكمل في المواقف الهجوميه محمد شوقي وبيدي تعبيط قوي جدا للرصيف هيعمل اسقاط خلاص حسن مصطفى طبعا هيرجع الكوره لنادي الزمالك تبقى رامي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين خالد بيبو شايفه هي مسخن يظهر محمد شاوي كده يعني هنشوف محمد شاوي شايفه زي الوحش ما شاء الله طويل وده الحكم ضربه حره مباشره على محمد شاوي ليه بقى؟ لان هو وطي راسه في مستوى قدم مدافع الزمالك اللي يوطي راسه يبقى الفاول عليه مش على اللي حاطط رجله في الكوره ما دام اللي حاطط رجله ما رفعش رجله على المستوى الغير مطلوب ارضيه وائل العبادي على شماله مدحت عبد الهادي اللي بيرتدي شاره الكابتن النهارده والتيشيرت رقم واحد ارضيه محمد صديق صديق رجع له عماد متعب أرضية تطول لسه في الملعب صديق ياخدها ومعاه عماد متعب يرجع ورا وائل العبادي صمام أمان نادي الزمالك على وسط الملعب أطول من اللازم لكن تامر عبد الحميد يا سلام عليك يا تامر طارق السيد أرضية معدية مش معدية ترجع لتامر مرة ثانية ماشي تامر ماشي ماشي بيناديله صالح سدير يحطها في الشمال مش مظبوطة ما ربطش معاه في الكرة اللي فاتت طارق السيد تديها الهجمة مرة ثانية لكن ترجع لمدحت عبد الهادي مدحت وائل العباني واحدة طويلة من العباني لكن عبد الحليم كان واخد ثلاث خطوات خلف عماد النحاس تبقى ضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي الأهلي وائل جمعة ماشي وائل وائل أبو تريكة يضغط أبو العلا ترجع في اليمين مرة تانية إسلام الشاطر أطول من لازم رمي التماس تغيير صالح سدير ياه ونازل وليد صلاح عبد اللطيف هنا كابرال بقى يبقى صالح سدير خرج ونزل وليد صلاح عبد اللطيف كابرال هنا عايز يعمل هجوم اكتر ودي كرة طويلة في اتجاه وليد يا ولد العين لكن الحضري على طول يعني صالح سدير طبعا كان عنده شغل دفاعي جيد في وسط الملعب وليد اعتقد هيشتغل هجومي اكتر يبقى كفران عايز يهاجم طويله في اليمين لما للاعب اسلام الشاطر بشماله اسلام عرضيه خطيره يا ولد يا لعيب
ابو تريكه دايما تلاقيه في الاماكن دي، لكن عدت على طول وتروح سهله لاعبد الواحد الفريق طويله وعلي. يعني وجهه نظري التغيير، وان كان وليد صلاح لطيف لاعب مهم جدا ولاعب مهاجم ولو انه بعيد شويه عن الملعب من فتره، لكن صالح سدير كان واخد وسط الملعب بشكل افضل، بيميل كتير لوسط الملعب، في تامين جيد لوسط ملعب نادي الزمالك، لكن ربما كابرال يكون ادى تعليمات لوليد صلاح لطيف يسقط على وسط الملعب عشان يملى وسط الملعب. هنشوف طويل لما حلوه قوي قوي من ابو تريكه وماشي فتح له متعب متعب لما 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 وداخل على شماله هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض الله 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 عليك يا متعب. حلوه 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 يا متعب، يا سلام يا متعب، تمريره روعه روعه من ابو تريكه. استلم متعب بص بيمينه وداها على شماله وفي البعيده بص لها عبد الواحد، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. حلوه 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 يا متعب، مش معقول يا جماعه، ولد هداف 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 بدرجه استاذ. لم بيمينه بص بيحل على صديق اخدها على شماله بطن رجله في البعيده بص لها عبد الواحد. صعبه 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 وروعه روعه روعه يا متعب، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ادي اللقطه مع ابو دلاء النادي الاهلي، يا عيني على اللقطه الاوروبي الجميله والفرحه الحلوه الحلوه الحلوه. هدف جميل 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 ما يجيبوش الا لاعب قدير فنان متعب. حلوه 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 يا متعب. وفين بقى؟ في الدقيقه 15 يا نهار ابيض، في انذار طلع لمين؟ لابو العيلة ولا لمين؟ اعتقد لابو العيلة بيعترض، كان تامر عبد الحميد واقع على الارض في كوره مشتركه وسط الملعب، لكن الحكم كان مكمل الهجمه بشكل طبيعي جدا جدا جدا. اتنقل الهجمه وراحت منتهى الخطوره، حطها عماد متعب بشماله زي ما يكون حطها بايده. يخرب عقلك يا راجل، حلوه حلوه حلوه، تحمر المدرجات تحمر المدرجات. متعب 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 في الدقيقه 15 يتقدم للنادي الاهلي بهدف ماركت فن ماركت فن. هذا الهدف هو هدف فن 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 وفنان فنان فنان. يا سلام عليك يا متعب. لسه اللعب كان متوقف، كان فيها اعتراض وكان فيه تامر عبد الحميد مصاب كره مشتركه، لكن عماد متعب بص اللمه معاه مدحت ومعاه صديق حطها في البعيده. صعبه صعبه صعبه. حسابات كابرال مع التغيير بتاع وليد صلاح طبعا ملوش ارتباط بالهدف، لكن الحقيقه الهدف جه في توقيت غريب جدا بعد خروج صالح سدير بدقيقه ونص او دقيقتين ويحطها متعب روعه 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 روعه. يستهدف اللقاوي سنتر نادي الزمالك، طويله من ناحيه اليمين لكن في دفعه تبقى ضربه حره مباشره لصالح احمد غانم سلطان من ناحيه اليمين. واحد لا شيء، المباراه هتحلو، نادي الزمالك قطعا هيفتح خطوطه أكثر، ربما النادي الاهلي يستغل الهجمات المرتده وربما يستطيع نادي الزمالك ان يتعادل، هنشوف. لكن لقاء خارج التوقعات، اوعى تقول لي ولا اعظم فلكي في العالم يقدروا المباريات دي تخلص. ضربه حره من ناحيه اليمين، ابو العلا ومعاه احمد غانم سلطان، والحكم بينادي بينادي مين؟ بينادي ابراهيم سعيد، بينادي ابراهيم سعيد بيتكلم بيتكلم. ومدحت عبد الهادي شايفه كمان، وادي الحكم، هنشوف حوار بين وائل جمعه ومدحت عبد الهادي. مدحت بيقول له بص بعينيك، طبعا مدحت لا يجيد الفرنسي. وادي الضربه الحره، عرضيه خطيره من القلب تطلع وتبقى رميه تماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين، رميه تماس تتلعب على طول استلام دفعه في وقف اللعب، كان في تغيير، طالع تامر عبد الحميد ونازل طارق سعيد. تامر عبد الحميد طلع ونزل طارق سعيد، لعيب طبعا مهم جدا طارق سعيد، لكن ايضا تامر مهم. شوف دي الاول العرضيه ولما يقع على الارض لما كملتش معاه، ترتد الهجمه الخطيره وسط الملعب مفتوح شويه، طويله في اليمين لكن اطول من اللازم ما تلزمتش، تبقى رامي التماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. يبقى كده التغيير الثاني، تامر عبد الحميد في الكره المشتركه ما بانتش معانا في الكاميرا لكن شفناها، وقع على الارض كان مع الكره المشتركه كده، حصل يظهر حاجه في رقبته وجع شويه ولا حاجه، هو كمل الحقيقه بعديها، لكن كابرال يبدو انه شايف انه مش هيقدر يكمل بالكفاءه الكافيه، او ربما تامر طلب التغيير
لكن طارق سعيد نزل ويبقى كده ده التغيير الثاني لنادي الزمالك. اسلام الشاطر ابو تريكه ومعاه صديق وعماد متعب ومعاه الناحيه الثانيه مدحت عبد الله طويل اباني ضاغط عليه اسلام يلعبها طويله وعاليه طويله مقطوعه من شادي محمد ارضيه المتعب متعب 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 على يمينه متعب وداخل وداخل وعلى يمينه هوبا ولسه نهار ابيض حلوه حلوه يا نهار ابيض يا متعب يا متعب يا متعب عدى حلو قوي من الاباني وثبت عبد الواحد وعلى يمينه لكن يا سلام عليك عبد الواحد يا لعيب حط ايده في توقيت مناسب جدا عبد الواحد يا سلام عليك عبد الواحد تطلع كوره وتبقى ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين هجمه في منتهى الخطوره ضربه ركنيه من ناحيه اليمين للنادي الاهلي بتالق من عماد متعب اللي عامل مباراه مبدعه وجاب هدف ما فيش احلى من كده حقيقه يعني هدف ماركه عالميه بركات عرضيه عاليه خطيره للقلب على طول مدحت عبد الهادي ترتد محمد شوقي يا لعيب في اليمين لبركات استلام استلام من بركات وعايز يعدي عرضيه هوبا يا خرابي ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه المجرم ابو تريكه المجرم 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 حلوه 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 يا ابو تريكه حلوة 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 يا بوتريك بركات عرضية جميلة راح لوائل شيتوس راح لوائل شيتوس والهدف الثاني في الدقيقة 17 يا نهار أبيض يا نهار أبيض عليك يا بوتريكة رايح يا بوتريكة هيحيي مديره الفني لثابت البطل لثابت البطل مدير الكرة العظيم ربنا يشفيه ثابت البطل ثابت البطل حقيقة تحمل آلام عظيمة جدا جدا زي ما سمعنا وقرينا وتابعنا وراح وحضر المباراة ربنا يشفيه كابتن ثابت لكن بركات عملها عرضية جميلة جدا جدا وادي لمسة روعة 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 من ابو تريكة في سقف الشبكة في حراسة دفاع نادي الزمالك يا نهار ابيض مرة ثالثة بالكاميرا العكسية وادي بركات بطن رجله ملفوفة بص بص لوحده ده ثلاثة اهلي لوحدهم يا جماعة ده ثلاثة اهلي لوحدهم والمشاهدة من دفاع نادي الزمالك مش معقول يا جماعة مش معقول يا جماعة حلوة 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 النجم المتألق محمد أبو تريكة تسلم رجلك اليمين يا ابني احنا بنحيي اللعبة الحلوة جت من لاعب من الأهلي أهلا وسهلا جت من الزمالك أهلا وسهلا جت من أي نادي في مصر ومن أي لاعب في مصر أهلا وسهلا لكن لازم اللاعب المبدع ياخد حقه من التعليق أدي الجماهير هتتجنن جماهير النادي الأهلي طبعا والهدف الثاني يعني هدفين في دقيقتين بدأهم عماد متعب بجميلة جميلة جميلة في البعيدة ثم تلاه أبو تريكة ببط رجله بتمريرة روعة روعة مع فرحة بدلاء النادي الأهلي اتحطت عرضية جميلة لكن بص جوزيه لم يتحرك جوزيه عنده ثقة في نفسه غريبة لم يتحرك مع الهدف والهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 17 يا على الهدف وجماله على بركاته وبراعته على ابو تريكه وعظمته يا عيني على الجمال يا عيني على الحلاوه يا عيني على الطعام يا ابو تريكه اثنين لا شيء ادي القبله الجميله بيعملها لنا الاستاذ محمد نصر الدين على راس الكابتن ثابت البطل الف سلام عليك يا كابتن بتلعب الكره على طول طويله في اليمين لكن اطول من اللازم وفي صفاره وضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك على مسافه حوالي اقول 28 ياردة من مرمى عصام الخضري ضربة حرة مباشرة حيطة بتتظبط الحيطة ادي طارق السعيد ومدحت عبد الهادي قدامهم حسن مصطفى بيعطل والحكم بيعد الظهر العشر ياردات وش ابو دار ما تفرقش عد الظهر ظبطت الحيطة شايف مدحت عبد الهادي شايف ورا منه وائل اباني وطارق السعيد هنشوف طارق بيعمل حاجات دي حلوه برضه طارق تضرب في الحيطه وترتد مره ثانيه في الشمال حسن مصطفى رايق استلام من حسن قبل وائل اباني ارضيه على يمين الملعب مفتوح جدا يا جماعه لما تشوف الملعب هنا تلاقيه مفتوح ممكن انفرادات وادي واحده طويله خطيره جدا ما فيش رايه ولا صفاره من ناحيه مين عماد عماد ماشي عماد ماشي عماد عماد عرضيه هوبا ابو تريكه لا ابو تريكه والثانيه هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا شقي يا نهار ابيض يا شقي يا نهار ابيض يا شقي ابو تريكه يخرب عقلك يا راجل لا 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 الولد ده حكايه
الولد ده حكايه. ادي ابو تريكه اللمه والتانيه بوش رجله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الملعب، الملعب اتفتح يا جماعه. ابو تريكه يسجد شكرا لله. يا سلام عليك يا ابو تريكه، عرضيه روعه 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 من ناحيه اليمين عملها له المبدع عماد متعب. قلش قلشه كده غريبه محمد صديق راحت لابو تريكه، صبر عليها صبر ايوب ولمها لمه جميله وحطها روعه 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 روعه. الهدف الثالث يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ابو تريكه. محظوظ جدا جدا مع النادي الاهلي يا ابو تريكه الحقيقه، لكن بدات الهجمه من عند اسلام الشاطر، دخل واقتحم للداخل اسلام، عملها عرضيه من عابرات القارات، كله وقف على التسلل، لكن المساعد فرانك للوا ما اداش حاجه. عماد متعب اقتحم ودخل بيها من ناحيه اليمين وجنب منه بركات، بص بعينه ما رحمش بقلبه، راحت على طول لابو تريكه، لم بوش رجله الخارجي.